صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العال إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين وعلى امتداد الوطن السليب. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن مع آلاء العملي وعلياء الطيطي يأتيكم الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 من الأحد حتى الخميس. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث صحة هيومانيتي إنسانية هاي ستاندرد أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، وبنك الاستثمار الفلسطيني تنمية وأمان، وشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية جودة صحة مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. أسعد الله صباحكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر شبكة وطن الإعلامية وتلفزيون وطن وعلى الموجة 99.2، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج صباح الخير يا وطن. معكم في الإعداد والتقديم لهذا اليوم علي الطيطي، وفي الإخراج والتنسيق الإذاعي والتلفزيوني عبد الله الخطيب ورشا حسوني وخالد نجاس. يسعد صباحكم جميعا. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي وبنك الاستثمار وشركة الجنيدي لتصنيع الألبان. ونبدأ وإياكم الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم من برنامج صباح الخير يا وطن، وننتقل إلى أهم العناوين. استشهاد الفتى محمد أبو صلاح برصاص الاحتلال في السيلة الحارثية غرب جنين. قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير محمود جرادات في السيلة الحارثية غرب مدينة جنين. بعد رفضهم المثول أمام المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين بقضية نزار بنات. وتصاعد التوتر في حي الشيخ جراح والمستوطنون يواصلون مسلسل التعديات. ومن البندقية انتقال أو انطلاق كرفان الأمل مع تراجع مخاوف فيروس كورونا. وإلى التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى محمد أكرم علي طاهر أبو صلاح 17 عاما متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس في بلدة السيلة الحارثية قرب مدينة جنين فجر اليوم. وأصيب عدد من المواطنين برصاص قوات الاحتلال، 2 منهم وصفت بالخطيرة في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس خلال مواجهات اندلعت في السيلة الحارثية غرب مدينة جنين، كما أصيب عشرات المواطنين بالغاز السام والمسيل للدموع.
وذكر مدير الإسعاف في مدينة جنين محمود السعدي أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الدخول إلى السيلة الحارثية لنقل وإسعاف المصابين. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مساء أمس بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين وأغلقت كافة المداخل والطرق المؤدية إليها. وذكرت مصادر محلية أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال مدعومة بجرافات اقتحمت البلدة من كافة الجهات وأغلقت كافة الطرق المؤدية إليها وتلك الرابطة بينها وبين البلدات الأخرى، فيما اعتلى عدد من الجنوح أسطح المنازل واقتحموا منزل الأسير محمود غالب جرادات وشرعوا بأخذ قياسات هندسية داخله وبدأوا بهدم المنزل. فيما فجر جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين منزل الأسير محمود جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وفي ساعات فجر اليوم انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا جابت شوارع المدينة وهم يرفعون جثمان الشهيد على الأكتف وسط الترديد للهتافات المنددة بعدوان الاحتلال. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل الصحفي سامر خويري. أهلا ومرحبا بك سامر. صباح الخير علياء وصباح الخير لكل المتابعين الكرام. تحياتي. بالبداية تفاصيل ما جرى ليلة أمس في بلدة سيلة الحارثية، تفضل. نعم، العملية العسكرية الإسرائيلية بدأت تقريبا الساعة 10:30 صباحا مساء، وهو وقت نسبيا مبكر مقارنة بالعمليات التي تبدأ بعد منتصف الليل. أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة السيلة الحارثية إلى الجنوب الغربي لمدينة جنين وحاصرت البلدة وأغلقت كل مداخلها ونصبت القناصة أيضا على أسطح البنايات وداهمت واتجهت نحو منزل الأسير محمود غالب جرادات في 42 من عمره، وهو المسؤول المباشر حسب الاحتلال الإسرائيلي على عملية إطلاق النار وتنفيذ عملية قتل مستوطن قرب مستوطنة حومش في نابلس قبل نحو شهرين. بالمقابل كانت هناك مقاومة عنيفة، بالأساس هناك علياء أكثر من 50 أو 100 شاب يتواجدون منذ 4 أيام بشكل دائم أمام المنزل بعد صدور قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية محكمة الاحتلال الظالمة بهدم المنزل، يرابطون ليليا في المنزل. فعندما جاء الجيش الإسرائيلي لم يكن الأمر سهلا إن صح التعبير، كانت هناك أعداد كبيرة جدا من الشبان، وللعلم الاحتلال اعترف أنه جوبه بمقاومة وتعرضت آلياته لإطلاق نار، وأيضا انفجار عبوات ناسفة وقنابل محلية الصنع رشقت تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي. خلال ذلك كان هناك دعم وإسناد من كل القرى والبلدات المجاورة وعلى رأسها بلدة اليامون، ومنها جاء الشاب الشهيد محمد أبو صلاح. محمد 17 عام عمره، كان هو مجموعة من أصحابه بيحاولوا يمروا من طريق ترابية لكسر الحصار المفروض على السيلة الحارثية، لكن قناص إسرائيلي أطلق عليه رصاصة واحدة اخترقت عينه ودخلت بشكل مباشر إلى الدماغ وأحدثت انفجار وتهتك كامل في الدماغ، نسف كميات كبيرة من الدماء. وتقريبا الساعة 1:30 بعد منتصف الليل كنت أنا موجود في مستشفى ابن سينا، وخرج الأطباء وأعلنوا رسميا عن ارتقائه شهيدا. هناك 10 إصابات منها 3 إصابات بالغة الخطورة، إحداها لشاب أصيب أيضا برصاصة قناص في الحوض أدت إلى تهتك كامل منطقة الحوض، وهو حتى قبل ساعة كان في غرفة العمليات وغالبا سيتم نقله إلى غرفة العناية المكثفة. خلال هذا الوقت كانت قوات الاحتلال تعمل على هدم الجدران الداخلية للمنزل، ومن ثم زرعت منطقة السقف بالمتفجرات وأخلت كل السكان على مسافة نحو 100 متر في محيط المنزل وأبعدتهم عن المنزل بشكل كامل، وقامت بتفجير السقف وبالتالي هدمت المنزل بشكل كامل وانسحبت تقريبا الساعة 6:45 فجر اليوم. إذن العملية بدأت تقريبا الساعة 10:10 وانتهت الساعة 6:00 صباحا. كانت من أوسع العمليات ومن أضخمها، و هناك مخاوف من عودة الاحتلال مرة أخرى إلى السيلة نظرا لأن هناك ما زالت 3 منازل. الاحتلال قال إن هناك قرارات في المحاكم ستصدر قريبا بهدمها
وثلاثة هم متهمون أيضا بالمشاركة في عملية قتل المستوطن في حومس قبل نحو شهرين. نعم، هل كان هناك أي اعتقالات من قبل قوات الاحتلال للشبان في المدينة؟ لا، لم يكن هناك أي اعتقالات، لأن العملية لم تكن تستهدف اعتقالات، بل هي دخل الجيش لتنفيذ عملية الهدم في بلدة السيلة الحارثية. الهدف كان هو استهداف هذا المنزل وهدمه والانسحاب، لكن كما قلت لك المقاومة العنيفة التي يعني تصدى الشبان الفلسطينيين للجيش الإسرائيلي، كان الرد الإسرائيلي بإطلاق الرصاص وبإطلاق النار وبإطلاق الرصاص المباشر ونصب القناصة. هذا الأمر أحدث مواجهة عنيفة وأحدث أيضا إصابات بليغة التي أسفرت عن استشهاد شاب وإصابة عشرة آخرين. نعم سامر، كيف يبدو الوضع الآن في مدينة جنين عقب استشهاد الفتى محمد أبو صلاح؟ جنين أعلنت قبل قليل الحداد الشامل على روح الشهيد، وفي سماعات المساجد في بلدة السيلة أيضا نعته، وطالبت السكان أهالي السيلة وأهالي اليامون بالمشاركة في تشييع جثمانه. سيتحرك الجثمان من مستشفى جنين الحكومي الساعة 10:30 صباحا، سيتم التحرك به وأن يطوف شوارع جنين، ومن ثم سينتقل عبر محمولا بالسيارات إلى مسقط رأسه ليوار الثرى بعد صلاة الظهر في بلدة اليامون إلى الغرب من مدينة جنين. نعم، كان الله بالعون ورحم الله شهداء فلسطين الأبرار. شكرا لك الزميل الصحفي سامر خويري، حدثتنا من مدينة جنين على كل هذه المعلومات والتفاصيل. وإلى موضوع آخر، يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 45 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع الشهر الجاري أو الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري، مراجعة قضائية استئناف للمحكمة العليا. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة. وفي ذات السياق، حذرت جمعية واعد للأسرى والمحررين من تداعيات الهجمة أو الهجمة المسعورة التي شنتها قوات السجون بحق الأسرى داخل قلاع الأسر. وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن الحركة الأسيرة بصدد الانتقال من الخطوات التكتيكية الحالية إلى خطوات استراتيجية كبيرة في ظل اشتداد الهجمة الحالية المتصاعدة بحق الأسرى. وبينت أن الحركة الأسيرة قررت إعلان يوم الاثنين يوما غضب العارم في داخل سجون الاحتلال، وإرجاع وجبات الطعام والإعاز لكافة الأسرى برد أي اعتداء سيتعرضون له. وإلى موضوع آخر، قررت المحكمة العسكرية في مدينة رام الله يوم أمس تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناشط نزار بنات حتى 27 من فبراير لعام 2022. جاء قرار التأجيل على إثر رفض المتهمين المثول لجلسة المحكمة وفق كتاب وصل النيابة العسكرية من المستشار القانوني للاستخبارات العسكرية. سيكون معنا بعد قليل محامي عائلة الناشط نزار بنات غاندي الربعي ليحدثنا أكثر عن تفاصيل ما جرى يوم أمس في المحكمة. أو ينضم إلينا الآن محامي عائلة نزار بنات غاندي الربعي. يسعد صباحك أستاذ غاندي. صباح النور لكم ولمستمعينكم الكرام. تحياتي. تفاصيل ما جرى يوم أمس بالمحكمة تفضل. بالأمس طبعا توجهنا إلى المحكمة كالعادة من الموعد المقرر لذلك قبل أسبوعين. تفاجأنا بإنعقاد الجلسة وعند منادات السيد رئيس المحكمة على المتهمين، النيابة العسكرية أبدت أن لديها كتاب للاستخبارات العسكرية يقول أن المتهمين رفضوا الخروج من السجن
وبالتالي رفضوا الحضور أمام المحكمة. فهنا استغربت المحكمة واعتبرت ذلك أمرا غير مبرر قانونيا، هذا عذر غير قانوني بالحرف. وقالت كان على النيابة والاستخبارات جلبهم لو جبرا إلى المحكمة، وطالبت النيابة بإحضار المتهمين والاستخبارات إلى المحكمة في الجلسة القادمة ب 27/2 لو جبرا. هذا ما جرى بالضبط. يعني انتهت الجلسة بدون حضور المتهم. أستاذ غندي هل تسمعني؟ نعم. تفضل. ما هو الهدف والسبب وراء عدم حضور المتهمين إلى جلسة المحاكمة يوم أمس؟ لا يوجد هدف أو سبب يعني تقديرنا. يعني نحن نتحدث عن يعني أفراد المفروض أنهم مكلفون بإنفاذ القانون. الآن عدم الحضور أمام محكمة مشكلة وفق القانون هذا أمر خطير جدا، يعني نعتبره في خانة يعني أصلا يعني الحجة قامت على نزار رحمة الله عليه أنه لم يحضر إلى المحكمة. فتخيلي أن الذين قالوا بهذه الحجة هم أنفسهم لا يحضرون إلى المحكمة. هذا أمر خطير جدا، وخصوصا أنهم مسؤولون عن تنفيذ القانون. هم هؤلاء الذين يجب أن يدعو المواطن إلى الالتزام بالحضور أمام المحكمة، تخيلي أنهم يرفضون الحضور أمام المحكمة. نحن نتحدث عن أمر في غاية الخطورة ومؤشر خطير يصل المواطن الفلسطيني أن الأشخاص المسؤولون أو المسؤولين عن تنفيذ القانون لا يلتزمون بالقانون. ماذا سيترتب في الجلسة القادمة في حال عدم حضور أيضا ومرة أخرى هؤلاء المتهمين بالقضية نزار بنات وعدم حضورهم إلى المحكمة مرة أخرى؟ ما هي التداعيات التي ستترتب على هذا الموضوع؟ والله أتوقع في حالة عدم حضورهم للمرة الثانية أتوقع يعني قد يتنحى القضاء، يعني يعتبرون إهانة للمحكمة، لأنه لا يعني هذا أمر غريب وخطير. قضية وهذا سوف يؤدي إلى يعني المواطن يعني الآن كيف تقنعين المواطن أنه يجب أن تذهب إلى المحكمة إذا كان الأشخاص المسؤولين عن إنفاذ القانون لا يرفضون الحضور إلى المحكمة؟ قضية نزار بنات بعد أكثر من 9 أشهر والمحكمة تؤجل في القضية، ولإنصاف قضية نزار بنات، ماذا تتوقع أن يحصل في الجلسة القادمة؟ يعني نتوقع يعني نتمنى حضوره. يعني المحكمة للأمانة أعطت مساحة للدفاع عن المتهمين، مساحة كاملة. الدفاع طالب بالتقرير الطبي لنزار، وفعلا استجابت المحكمة وطلبت التقرير الطبي لنزار المرحوم نزار من مستشفى الأهلي، والذي أثبت أن نزار أصلا يعني راجع المستشفى قبل عام من وفاته وأجرى فحصا طبيا القلب وأثبت الفحص أنه سليم. لا أعرف لربما لفقداني من الأدلة أو الدفاع عن المتهمين، ولكن ألا يحضروا المحكمة هذا أمر بالتأكيد مؤشر خطير. جميع الأدلة تدل على أن هؤلاء هم المتهمين بقضية نزار. ماذا تنتظر المحكمة الآن؟ المحكمة الآن يعني تنتظر ختم البينة الدفاعية والمرافعات الختامية. نحن الآن المفروض في المراحل الأخيرة. شكرا لك محامي عائلة نزار بنات غاندي الربيعي على كل هذه المعلومات والتفاصيل. وإلى قضية حي الشيخ جراح، تسود حالة من التوتر منذ مساء يوم أمس السبت في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بعد حشد مئات المستوطنين المتطرفين لاقتحام الحي والاعتداء على سكانه وممتلكاتهم بدعم من عضو الكنيسة المتطرف بن كفير الذي أعلن نقل مكتبه للمرة الثانية إلى الحي، ولكن هذه المرة إلى الشق الغربي من الحي. وانطلقت الاعتداءات بعد ساعات من احتراق بؤرة استيطانية في الحي. قال السكان إن الحريق نشب فيها بسبب تماس كهربائي، في حين أدى المتطرفون أن الحريق متعمد وباشروا فورا تنفيذ اعتداءاتهم بحرق المركبات وضرب السكان ورشهم بالغاز الفلفل. سيكون معنا بعد قليل عارف حماد رئيس لجنة أهالي حي الشيخ جراح ليحدثنا أكثر عن تفاصيل ما حدث يوم أمس بالحي.
موضوع الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 4 مواطنين من محافظة الخليل. واعتقلت قوات الاحتلال من مدينة الخليل الشاب محمد أنس محمود سلهة بالتميمي 24 عاما، ومن بلدة تفوح الشاب طارق عبد الكريم رزيقات 34 عاما، ومن بلدة حلحول الفتى لؤي محمد بدر أبو صايمة 17 عاما، ومن بلدة دورة الأسير المحرر رأفت طالب أبو سباع 24 عاما عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها. وإلى مصادر محلية، تقول عضو كنيسة الاحتلال إمتار بن قفير يقتحم حي الشيخ جراح مجددا قبل قليل. وإلى الفعاليات المنظمة تضامنا مع الأسرى، دعت مؤسسات فلسطينية وحقوقية معنية أو معنية بشؤون الأسرى والمحررين يوم أمس عن انطلاق حملة تضامنية تحت عنوان الحياة حق دعما للأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال. وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان لوطن إن هذه الحملة ستنطلق اليوم في تمام الساعة 11 صباحا بالتزامن في كل محافظات الوطن. يوم غد الاثنين هو يوم غضب فلسطيني هنا في المحافظات الشمالية وفي قطاع غزة وفي مخيمات اللجوء والشتات، حيث سيهب الشعب الفلسطيني بكل ألوانه وأطيافه السياسية ليقف إلى جانب الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال. لماذا غدا سيتحرك الجميع أمام كرات الصليب وفي مراكز المدن للوقوف إلى جانب أسرانا؟ سياسات الإهمال الطبي المتعمد متواصلة لم تتوقف بحق الآلاف من أسرانا. العزل الانفرادي ما زال متواصلا بحق العشرات من أبنائنا الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. الأسرى يعلنون انتفاضة السجون الآن في 23 سجن ومركز توقيف. هذه الانتفاضة من السجون الإسرائيلية من قبل أبنائنا الأسرى والأسيرات بحاجة إلى وقفة جدية وحقيقية من كل أبناء الشعب الفلسطيني. الحرمان من الزيارات، انتشار فيروس كورونا في مختلف الغرف والأقسام داخل السجون الإسرائيلية، منع الجهات الطبية والحقوقية من زيارة أسرانا المرضى. وبدوره قال مدير مركز حريات الأعرج حلمي الأعرج إن هذه الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على قضية الأسرى بشكل عام، المرضى منهم بشكل خاص عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في هذا المؤتمر الصحفي الهام الذي ننظمه بالتزامن هنا في رام الله وفي قطاع غزة وفي بيروت الصمود، تضامنا وإسنادا لأسرانا في سجون الاحتلال وللأسرى المرضى على وجه الخصوص. صباح الخير لشعبنا المناضل في كافة أماكن تواجده ولكل أحرار العالم الذين يقفون مع أسرانا ومع أسرانا المرضى في هذه الحملة الوطنية والدولية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى وإطلاق سراحهم وتعرية جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، ليس فقط في سياسة الإهمال الطبي إنما بالإعدام البطيء لهم واحتجاز جثمينهم بعد استشهادهم. وإلى موضوع آخر، قتل شاب في الثلاثينيات من عمره اليوم الاثنين
في جريمة إطلاق نار في حي الجواريش في مدينة الرملة بالداخل المحتل. وفتحت الشرطة التي وصلت قواتها إلى المكان الجريمة تحقيقا وتجري عملية بحث عن المشتبهين. وأعلن طاقم الطبي عن مقتل الشاب في موقع الجريمة، وعثر على الشاب القتيل داخل سيارة في حي الجواريش في الرملة. ومطلع الأسبوع الماضي قتل زيد جاروشي 30 عاما في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة. وأفاد شهود عيان أن الجريمة وقعت بالقرب من المسجد في حي الجواريش. وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد قتل رجل 42 عاما وأصيب آخران بجروح خطيرة بانفجار مركبة في مدينة أشكلون. وتشير شبهات الشرطة إلى أن الحديث يدور عن تصفية حسابات في العالم السفلي. وإلى الأخبار الدولية، كشف برنامج الأغذية العالمي أن الجوع يتزايد في اليمن، الأمر الذي يجعل كثيرين يعتمدون على المساعدات الغذائية. وشدد القائمون على البرامج على وجوب استمرار هذا الدعم الذي وصفوه بأنه شريان الحياة. وأضاف هؤلاء في تغريدة على موقع تويتر أن انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع كثيرين إلى الفقر المدقع من دون أن يوردوا أي تفاصيل إضافية. يذكر أن أسعار السلع في عام 2021 وحده ارتفعت بنسبة 100% في البلاد، الأمر الذي أدى إلى زيادة الجوع بحسب ما أكد البرنامج في بيانات له. وفي وقت سابق حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المنقذ للحياة الملايين في اليمن، مضيفا أنه قريبا سوف يضطر 11 مليون شخص إلى الاعتماد على حصص غذائية. كذلك لفت إلى أن 4.6 ملايين شخص قد يفقدون إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة. وتترقب الأوساط الاقتصادية في أنقرة وأبو ظبي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات وانعكاساتها على صعيد زيارة حجم التجارة المتبادلة والاستثمارات. إذ يرى رئيس مجلس الأعمال التركي الإماراتي أن فترة الركود التجاري طويلة الأمد استبدلت بفترة جديدة اكتسبت فيها الأنشطة التجارية زخما. وقالت الرئاسة التركية في بيان لها صدر يوم أمس إن أردوغان يعتزم زيارة الإمارات اليوم ولمدة يومين، مشيرة إلى أنه سيتناول خلالها العلاقات التركية الإماراتية المشتركة بكافة جوانبها وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين. وتأتي زيارة الرئيس التركي في أعقاب زيارة أجراها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهان إلى تركيا في 24 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي بقطيعة استمرت نحو 10 سنوات. ونرجع وننتقل إلى ما حصل يوم أمس في حي الشيخ جراح، وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مباشرة عارف حماد، الأستاذ عارف حماد رئيس لجنة أهالي حي الشيخ جراح. يسعد صباحك أستاذ عارف. صباح النور أختي، أهلا وسهلا بكم في مؤسسة أمائكم. تحياتي. بالبداية تفاصيل ما جرى يوم أمس في حي الشيخ جراح، تفضل. والله يا أختي اللي جرى بالأمس جرى أكثر من مرة في أحياء الشيخ، في حي الشيخ جراح وغير حي الشيخ جراح، هو عملية الهجوم على الأهالي بشكل شرس، بشكل لا إنساني،
اعتقال الشباب وضرب النساء والأطفال يعني الشغلات هاي بمساعدة الشرطة، شرطة الاحتلال ومساعدة جيش الاحتلال بضربهم بقنابل الغاز، قنابل الصوت، المياه العادمة، الخيالة، كل الشغلات هاي بيستعملوها بكل وحشية بدون أي وازع إنساني، لأنه إحنا بشر زينا زيهم، بيعتبرونا إنه إحنا مش بشر، بيعتبروا حالهم هم فوق كل العالم، فوق كل الأمم، وهذا اللي بيعطيهم الحق إنهم يسووا اللي عمالهم يسووا فيه، يأتوا فساد في كل المناطق، مش بس منطقة تغذى الراح، لكن منطقة تغذى الراح تقريبا هي المستهدف الأول حاليا لاعتداءاتهم ولمحاولة إخلاء هذه الحي الشرقي الغربي. نعم، كم بلغ عدد المعتقلين حتى الآن نتيجة الاعتداء من قبل المستوطنين على الأهالي؟ والله أرقام دقيقة ما عندي، لكن في أعداد مش هينة نقلوا من الشباب. في أعداد برضو تصاوبت وأجت السيارات الإسعاف وحملتهم وأخذتهم على المستشفيات، النساء تضررت. يعني ما ضل في حدا ما تأذاش من الوضع اللي موجود في حي الشيخ جراح حاليا. زي ما قلت لك، شغلة سياسية، شغلة ما إلها أساس، شغلة هنجعية الاحتلال. الاحتلال بحاول يصور الوضع ويصور القضية كأنها قضية مدنية، قضية حقوق، وهذا الكلام مش صحيح. الاحتلال هو من منطلق سياسي عماله بدفع المستوطنين للاعتداء علينا، بحيث انه احنا جماعة وضعنا سيء، ما فيش بايدينا شيء اللي ندافع عن انفسنا. كل المطلوب هو طردنا من هذه البيوت وهدم بيوتنا وإقامة سكن للمستوطنين المتدينين في محل بيوتنا. هذه شغلة، مش شغلة حقوق وشغلة عقارات اللي بدهم ياخذوها. يعني دولة إسرائيل في عندها قانونين لنفس المشكلة، اللي هو الأملاك المصادرة أو الأملاك المعتدى عليها. أستاذ عارف، ما الذي حصل بالضبط مع عائلة أو مع منزل عائلة سالم، ومن يسكن المنزل حاليا؟ حسب علمي أنه حاليا اللي يسكن العائلة نفسها، لكن حاليا بحاولوا من أنهم يطردوا هاي العائلة ويستولوا على البيت. ما تداعيات هذا التصعيد والهجمة الشرسة على الشيخ جراح، على حي الشيخ جراح في هذا الوقت بالتحديد؟ والله هو من مش بس بهذا الوقت، يعني من سنين كثيرة هم بحاولوا انهم ينهوا وجود العرب موجودين في منطقة الشيخ جراح. طبعا هذا الكلام من سنة 1972 لغاية الآن، وإحنا عايشين بقلق، عايشين بنفسية سيئة جدا للتطلعات المستوطنين على دولة الاحتلال
على إبعادنا من هذا الحي. نعم. من هذا الحي. هل نعم أستاذ عارف، هل هناك أي خطوات أخذتموها أو ستتخذونها للتصدي للمستوطنين من هذا الاعتداء وكذلك لاعتداء قوات الاحتلال على المواطنين في حي الشيخ جراح؟ والله يا أختي أكثر من أنه إحنا نتصدى لهجماتهم بصدورنا العارية ما في عندنا. طالب دول العالم كل إنسان له شريف عنده ضمير حي انه يتدخل في الموضوع ويحاول ينهاره. غير هيك ما في عندنا يعني ما في عندنا مخططاتنا انه احنا بدنا نضل ندافع عن بيوتنا حتى الرمق الاخير، ان كان في حي الشيخ جراح الغربي او الشرقي او في اي حي من احياء القدس، لانه كل احياء القدس مهدده ومستهدفه زي ما انت بتعرفي. نعم، وصلتنا قبل قليل معلومات تفيد بأن عضو كنيسة الاحتلال بن قفير يقتحم حي الشيخ جراح مجددا، تفاصيل عن هذا الموضوع. والله يا أختي يعني أنا عمالي بنوه إنه بن قفير مش عماله بيشغل من حاله. نعم. يعني في ظهره في دولة هي اللي بتدفعه إنه يسوي شلال هاي. نعم. لو في قانون مظبوط هذا لازم الحكومة الاحتلال تمنعه انه يخش المنطقة اطلاقا، لكن هم بدهم يزهقونا بيحاولوا يستفزونا في وجود هذا البني ادم العنصري يعني كل الصفات السافلة موجودة فيه وموجودة في الجماعات اللي بجيبها معه. يعني امبارح كان في عدد مستوطنين في حي الشيخ جراح الغربي أكثر من عدد السكان، عدد مستوطنين هاجمين على الحي أكثر من عدد السكان، بإضافة طبعا جيش الاحتلال اللي كان يدافع عن سفالتهم وعن محاولتهم للإضرار بالحي وبأهالي الحي. المشكلة نعم، كيف تبدو الأوضاع الآن بالحي أستاذ عارف؟ والله حاليا أنا لسه ما طلعت، أما نتصور طالما هو أجا معناته رجع الأمور تبعت امبارح للتصعيد. نعم، نهاية أستاذ عارف رسالتكم كأهالي بحي الشيخ جراح اليوم. والله يا ستي رسالتنا انه اذا بدنا نضلنا هيك معناته احنا يعني اعمالنا بندافع بصدور عاري عن موضوع سياسي بحت. المرجو من كل دول العالم من كل انسان شريف من كل انسان عنده ضمير انه يضغط على دولة الاحتلال اللي تبعد شرفها عنا يعني بمعنى، لأنه هي عمالها بتحاول إنه تهجرنا للمرة الثانية من بيوتنا اللي تهجرنا للمرة الأولى من حيفا وحتى ويافا وإلى آخره. غير هيك ما إلنا مصير، يعني مصيرنا هو ضمير الحي، مصيرنا هو الوقفات الاحتجاجية والتضامنية معنا، وهيك ما في إلا يعني. نعم، نتمنى السلامة للجميع. شكرا لك رئيس لجنة أهالي حي الشيخ جراح عارف حماد على كل هذه المعلومات والتفاصيل. وإلى الخبر المنوع، غمرت البهجة الآلاف مع إطلاق احتفالات الكرنفال السنوي في مدينة البندقية الإيطالية إذانا بعودة بطيئة إلى الحياة الطبيعية بعد أن قوضت جائحة كورونا النسختين السابقتين من الكرنفال. وفي عام 2020 تقلص كرنفال للبندقية الذي يجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد ظهور الجائحة في إيطاليا في فبراير
فبراير شباط من ذلك العام، ثم ألغي في العام التالي مع مساعي الحكومة لاحتواء الوباء. وانخفض معدل الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد 19 والإدخال إلى المستشفيات في إيطاليا تدريجيا في الأسابيع الأخيرة، وأنهت الحكومة هذا الأسبوع مطالبة الناس بارتداء الكمامات وفي الهواء الطلق في معظم الظروف. وبدأ كرنفال البندقية منذ قرون مضت في أيام الصيام الأربعين التي تسبق عيد الفصح تقليديا. غالبا ما يشتمل زي الكرنفال التقليدي على قناع ليس كمامة من الأمراض كما هو الحال في الأوقات الحالية، ولكن حتى يتمكن رواد المهرجان من إخفاء هويتهم والقيام بما يحلو لهم. ويوم السبت كان موعد انطلاق الفعاليات، وشهد عدد قليل من الأشخاص يرتدون الأزياء التقليدية والأقنعة. وقالت كيتي ميلانو وهي من سكان البندقية: يؤسفني ألا أرى أقنعة كرنفال البندقية التي كنت أتوقعها. ومن المقرر أن يستمر الكرنفال حتى الأول من آذار المقبل. وننتقل إلى حالة الطقس. توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو لهذا اليوم غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق. وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، ويحتمل سقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نهاية إلى أسعار صرف العملات: الدولار يصرف بثلاثة شواقل وأربعة وعشرين أجورا، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواقل وستة وخمسين أجورا، أما اليورو يصرف بثلاثة شواقل وتسعة وستين أجورا. إلى هنا نكون وإياكم وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية الصباحية من برنامج صباح الخير يا وطن. كنت معكم في الإعداد والتقديم علي الطيطي. دمتم بخير وإلى اللقاء. صباح الخير يا وطن يسير بمشي العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن مع آلاء العملي وعلياء الطيطي يأتيكم الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة من الأحد حتى الخميس. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي، هيلث صحة، هيومانيتي إنسانية، هاي ستاندرد أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، وبنك الاستثمار الفلسطيني تنمية وأمان، وشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا.